بما انه نحن بشهر رمضان المبارك ما فينا ما ننسى نحكي عن الدراما السوريه. اكيد اليوم هيدي الدراما اكيد اللي صارت جزء مهم من الذاكره الرمضانيه ونقطه التقاء لعرض مختلف الاعمال. تحدثنا بالمرات الماضيه عن تنوع هي الاعمال الدراميه لهي العام، وايضا تحدثنا عن الموسيقى التصويريه شارات الاعمال واهميتها. اليوم رح نتحدث عن مفهوم الكاركتر في الدراما السوريه واهميته والاعمال التي قدمت في رمضان لعام 2020 مع ضيفنا الاعلامي ملهم الصالح، صحفي مهتم بالشان الفني. صباح الخير. صباح الخير. كل عام وانت بخير. رمضان كريم. بخير. يسعد صباحك وسعيدين بوجودك استاذ ملهم. يمكن من اصعب الاشياء هو اللي بيواجهها الفنان اداء الكاركتر اليوم، لانه هي احيانا ممكن تكون سلاح ذو حدين، قديش قادر انا ادي هذا الكاركتر وضيفه فنيا. خلينا نحكي عن الكاركتر الدرامي اليوم. الحقيقه الكاركتر هو هذا اللفظ كمصطلح في بعض اللغط، يشوبه بعض اللغط، لانه في له هو ابعاد او معنى اكاديمي. صحيح. وفي له خليني اقول يعني الممارس او المنتج يعني بيستخدموا هذا اللفظ بمدلول اخر. اللي نحن اليوم ممكن نتناوله هو الاستخدام الشعبي مو الأكاديمي يعني لهذا المصطلح، وهي كلمة كاركتر كمصطلح بتعني الشخصية. فالشخصية سواء أديتية، أي شخص بيأدي يعني يقف أمام كاميرا أو يؤدي دور على خشبة مسرح فهو كاركتر، هو عم يؤدي شخصية. صحيح. لكن الاختلاف أنه الملامح اللي أنت يعني بتوجديها بهي الشخصية فهي بتنقسم للحقيقة عدة مستويات. في عنا المستوى الفيزيائي الشكلي اللي بيظهر على الشكل، وفي عنا اللي هي الملامح الخفية أو الجوانية اللي بتكون نفسية. الغالب اللي منلاحظه اليوم هو أنه اشتغال الممثل على الجوانب الخفية النفسية يعني، ولكن الممثل يعني يجب أن ينتبه أنه هو عم ينتقل من عمل إلى آخر وعم ياخذ معه نفس الصفات الفيزيائية نفس الشكل، وهذا عم يوقع المتلقي بلغط. صحيح. يعني أنت اليوم لما عم تشوفي مثلاً ممثل بتفتحي التلفزيون بتشوفي مشهد لممثل ما عاد عم تعرفي اي دور عم يلعبه هو، اي عمل هذا بسبب كثافه الاعمال. صحيح. دراميه فبتضيع الناس. صحيح. وزائد انه هو ما عم يغير بالملامح الفيزيائيه الخارجيه. تمام. هون بتبين يمكن شطارته اساسا اداء الفنان او الادوات تبعه. يعني كمان المشكله الكاركتر بينحكم باكثر من تفصيل. مثلا انت بالاعمال الكوميديه في مساحه اكبر لانك تبالغي، لكن بالاعمال الواقعيه ما فيك تنتزعي الشخصيه الا من الواقع، فبدك تقدميها الى اقرب ما يمكن الى الواقع. لكن نحن بدي اسالك بخصوص هذا الموضوع تحديدا عن مسلسل القيد مجهول يلي تصدر صفحات التواصل الاجتماعي، وكان في حديث كثير حول شخصيه عبد المنعم عمايري تحديدا. هلا اذا بدنا نحكي عن قيد مجهول، الحقيقه في ظلم كثير، يعني اذا بدنا نمشي باتجاه اللي عم يروح له الشارع اللي هو فقط وكانه صدر، يعني النجم عبد المنعم عمايري. نعم. هو البطل الوحيد للعمل، لكن بالتاكيد بالتاكيد من اهم الادوار اللي لعبت بقيد مجهول هو بالتاكيد عبد المنعم عمايري. نعم. من اهم الشخصيات ومن اهم حتى الادوار اللي هو لعبها، ولكن خلف هذا العمل في مخرج عنده رؤيه، في مشاركين ايضا شركاء. أكيد. اخرين لهذا النجاح. حتى النص كمان اكيد بالتاكيد كان في فارق. العمل كله باساسه يعني المورفولوجي تبعه الفكره تبعه ايضا فارقه، انك انت اليوم تقدمي عمل 8 حلقات هذا فكر مخالف للتيار وفكر. صحيح. مخالف للسوق وفكر مخالف. يعني اليوم نحن عم نشوف صح انه في اعمال اليوم عم تنعرض خارج رمضان ما عم تاخذ القالب الرمضاني اللي هو 30 حلقه، عم تحاول تاخذ ال 12 حلقه الموسم السيزون يعني. صحيح. لكن اليوم انك انت تجي تفارقي الاثنين وتعملي 8 حلقات وتكسفي، فانا بحس انه قيد مجهول قارب جدا العمل السينمائي من حيث. نعم. التكثيف، من حيث الاحداث، من حيث البناء. الحقيقه هو عمل فارق، ولكن نحن اذا بدنا نرجع على الدراما على الكاركتر بتاريخه بالدراما السوريه، الدراما السوريه بالاساس ولدت مبنيه على الكاركتر. يعني بمعنى آخر عندما افتتح التلفزيون عام 1960 اعتمد على إرث الإذاعة والمسرح،
فاستحضر أو اعتمد على شخصيات معروفة بالمسرح مثل مثلا أبو رشدي، أم كامل وما إلى ذلك. هي الشخصيات كتب لها نصوص خاصة يعني لتلعبها، يعني مثلا لما نروح على صح النوم أو حمام الهنا، شخصية أبو الهنا تمام وخطوم وكل هدول تمام، بس الكاتب هون لما كتب هذا النص كتبه بناء على أنه أنا عندي هدول الشخصيات موجودة، فهذا اللي بيسموه القصدية في الكتابة، يعني أنا عم بكتب لشخصيات هي موجودة تمام لحتى يلعبوا. ولاحظي أنت اليوم على الفارق الزمني اللي نحن عم نحكي على تقريبا 60 سنة أو 50 سنة، ولكن هذه الشخصيات لا زالت حاضرة. صحيح. ليش؟ لأنها اعتمدت باللعب على الكاركتر. صحيح. هلأ أغلب هي الشخصيات إذا بتلاحظي بتدرسي مسيرتها بتلاقي هي ما لعبت بحياتها كله إلا كاركتر واحد. أنا ما عم أقول إنه نضل بأذهان الناس. ما عم أقول إنه نضل، بالسبعينات اختلف الموضوع، خف موضوع ظهور الكاركتر، مو نهائيا، ضل حاضر ولكن ظهرت بقى اللي هي الشخصيات الواقعية أكثر، الأقرب للواقع. بالثمانينات خف الكاركتر، بالتسعينات بلشنا نشوف هلأ اغلب الاداء اللي بتشوفي اليوم مثل ما قلت لك يعتمد بشوف النجم او الفنان او الممثل عم يرتي انه هو ان يشتغل فقط على الحاله النفسيه الداخليه ويترك الملامح الفيزيائيه الخاصه في يعني الذاتيه في يتركها. هذا الحقيقه عم يسبب بعض اللغط، وفي مفهوم خاطئ انه انا لما بعمل كاركتر معناته انا عم روح على الساخر، عم روح على التهكم، عم روح على المبالغه. لا، في كتير شخصيات اليوم لعبت أو ممثلين لعبوا كاركتر، هي بدليل مثلا اللي كنا عم نحكي عليه دور عبد المنعم عمايري بقيد مشغول، بقيد مجهول، ما في شيء من السخرية، ما كان في شيء من المبالغة، ما كان في شيء. شخصيات واقعية أساسا موجودة بحياتنا، هي أساسا يعني كاركترات، بنقول هذا إنسان كاركتر، فممكن تنلعب على الشق الدرامي، بنشوفها بالأعمال الدرامية. إذا بنحكي عن الأعمال الدرامية 2021 تمام، الكاركترات يمكن فينا نقول بما أنك يعني اختصاصك الفني والمتابع يمكن شرح فينا نقول كل التفاصيل الدرامية، مين اللي لفتك فينا نقول أو مين فعلا لعب كاركتر؟ لأنه في نجوم كتير، في أعمال كتير، في تنافس كتير، أحيانا الشهر الفضيل في أعمال تظلم أعمال حسب أعمال، لأنه في عمل بينجح في كاركتر بينجح. هلأ أنا مبدئيا يعني نحن مشان نشتغل بشكل شوي منصف يعني ما يكون في ظالم، نحن فينا نقسم السلة الدرامية إلى أعمال شامية وأعمال معاصرة. صحيح. ونحن إذا بدنا نحكي هلأ بدنا نسمي أسماء، نحن عم نسمي الأسماء التي اشتغلت على بناء كاركتر متكامل. صحيح. سواء ملامح فيزيائية أو ملامح نفسية داخلية يعني جوانية. فهلأ إذا رحنا على الأعمال الشامية ممكن ناخذ مثلا الكندوش. كندوش الحقيقة عم نشوف مثلا النجم أيمن زيدان اللي عم يلعب دور عزمي بيك في له ظهور مختلف عما سبق. هلأ في عنا أيضا سلاف فواخرجي اللي عم تلعب دور ياسمين، أيضا في أداء مختلف عما سبق. عم أقول مختلف، ما عم أقول الأفضل ولا عم قيم، عم أقول مختلف يعني حاولوا عم يقدموا أداء مختلف ما نسابق. هلأ الحقيقة في كاركترين مهمين بهذا العمل ممكن ينرصد أنه كيف عم يتم الاشتغال عليهم، هو للقدير فايز قزق عم يلعب دور أبو الآس، عم ياخذ لهجه شاميه من ريف دمشق ويحاول يحييها، وايضا طريقته وطريقه ادائه والملامح الفيزيائيه اللي اخذها الحقيقه ايضا في ابداع. في ايضا وجه جديد كمان واعد همام رضا اللي عم يلعب دور شريف. هذا العمل الكندوش فينا نحكي تقريبا عن هدول الملامح بشكل سريع. سوق الحرير في عنا تقريبا 3 شخصيات واضحة يعني اللي عم تلعب على بناء الكاركتر، بسام كوسا القدير بدور عمران حريري، في سلوم حداد بدور عبد الله أو غريب يعني له اسمين بالعمل، وفي دور كاريس بشار اللي عم تلعب دور أمر. طبعا أنا ما عم بحكي إنه الضرتين أمر خلاف ونادين تحسين بيك ما عم يلعبوا، لكن بتشوفي أنت إنه هوني مساء الكتابة كيف الكتابة أيضا بتعطي فضاء للممثل لأنه يظهر يعني الكاركتر بشكل أوسع. إذا رحنا بعدين على مثلا حارة القبة بنلاقي الأستاذ عباس النوري بدور أبو العز الحبوباتي، خالد قيش له أكيد الحقيقة دور مميز غازي بيك، في عنا أيضا أبو الأحلام محمد حداقي كمان من الأداء يعني عم يحاول يقدم أداء مختلف، وما بدنا ننسى كمان اللي منعتز فيها سلافة معمار الحقيقة بدور أم العز أو زهرة. هذا تقريبا البيئة الشامية. هون بناخذ سمتين من البيئة الشامية اللي استعرضناها هون، أنه أغلب
الممثلين اللي عم يفوتوا على البيئة الشامية عم يفوتوا ببناء كاركتر جواني فقط. هلأ صح في ملامح بتضيف البيئة اللي هي ملامح المكان والزمان والاجتماعي، يعني بمعنى بتلاقي لهم لبس معين، بتلاقي لهم لهجة معينة، هذا المكان هو اللي بيفرضه والزمان والاجتماعي يعني الجانب الاجتماعي. لكن في مشكلة عم يوقعوا فيها بالأعمال الشامية هو أنه بتلاقي مثلا نور، بتلاقي نفس الصف اللي هون أغلبه عم ينتقل مثل ما هو، أنا عم بحكي على الدور الثاني والثالث والرابع، ما عم بحكي على أدوار البطولة. هلأ بهذا الموسم عم نلاحظ الدور الثاني والثالث عم ينتقلوا ممثلين مثل ما هن من عمل إلى عمل آخر إلى عمل ثالث. يعني أنا بعرف في ممثلة الله يطول بعمرها عم تلعب بالخمس أعمال طيب بنفس الملامح الفيزيائية، يعني هذا اللي أنا كنت عم أقول عليه. نحن بالسينما لما هي نقطة أشرت إلى نحن ما عم نقيم قدرات، نحن عم نحكي عن حالة الكاركتر. يعني أعطيت مثال يمكن مثل ما قلت هي الفنانة بخمس كاركتر عمل شامي نفس الشخص تمام. هلأ إذا كان هي عندها رغبة إنه الكاركتر الشخصية اللي عم تلعبها بدها تعلم، بدها إياها تبقى بالذاكرة، الطريقة اللي عم تشتغل فيها أكيد ما أنا مناسبة، بدها تروح بقى لبناء كاركتر بملامح فيزيائية وداخلية مو بس فيزيائية خارجية. إذا انتقلنا للأعمال المعاصرة رح نلاقي عنا بالأعمال المعاصرة مثلا من أهم الأعمال اللي عم تقدم كاركترات هذا هي السنة هو على صفيح ساخن، فمنلاقي سلوم حداد بدور الطاعون، يعني الحقيقة أداء مبهر. هذا اللي كنت أنا عم قلك عليه إنه كيف بيبني الإنسان كاركتر جدي أو واقعي بدون مبالغة، ولكن أنت لما بتشوفيه بتعرفي أنه هذا مو سلوم حداد اللي أنت بتعرفيه بالحياة العادية أو بأدوار أخرى. كمان لما منروح على عبد المنعم عمايري هون عم يلعب دور أبو كرمو، لما منروح على باسم ياخر عم يلعب دور هلال، هلأ الجيل تمام الجيل الشاب الحقيقة مثلا في إبداع عند يامن حجلي، في عند سليمان رزق دور رواد، تمارا اللي عم تلعبها جنى عبود أيضا، في كمان بدي أقول عن عبد الرحمن قويدر اللي عم يلعب دور خفاش. الحقيقة في إبداع، يعني بتشوفي إنه ومع إنه ما في مبالغة هذا اللي بيضبطه الحقيقة المخرج اللي بيكون قادر في واقعية كتير كبيرة 100% تمام السوري. هذا اللي كنت عم بحكي عليه فرح إنه أنا كيف فيني أعطيكي دور واقعي وكيف فيني خليكي لما تشوفيني مرة تانية بدون صوت وبدون ما أقلك هذا العمل كذا بس تشوفي صورة هي بتعرفي إنه هذا تماماً. هلأ اللي كنت بدي أقول عليه كمان في شادي الصفدي عم يلعب دور كمان كتير مميز بتغيير بسيط بالملامح الفيزيائية اللي هو دور حازم. إذا انتقلنا بعدين إلى عمل آخر فينا نحكي عن 350 جرام مثلا، في الكاركترين المميزين الحقيقة عابد فهد ما عم يشتغل كثير على الفيزيائي بهذا يعني نفس الملامح اللي نحن بنعرفه فيها، لكن بالمقابل بنشوف سلوم حداد بهذا العمل وهذا العمل الثالث له بالموسم اللي هو بدور فايز الأشقر، بتشوفي كيف في له كاركتر مختلف كمان عم يؤدي. منرجع منتذكر مثلا مع بعض خريف العشاء، خريف العشاء كمان عم يقدم الحقيقة مجموعة من الكاركترات، الأخوين أحمد مثلا، أحمد الأحمد عم يلعب دور سعيد، محمد الأحمد عم يلعب دور بدر، لجين إسماعيل عم يلعب دور مشعل. هون منلاحظ كمان العزيزة صفاء سلطان عم تحاول تقدم كاركتر نسائي مميز من خلال اعتمادها على اللهجة أكثر من الفيزيائي. وأيضا بدنا نسجل كمان تقديرنا للمبدع حسين عباس اللي عم يحاول كمان يقدم دور مميز بهذا العمل. تقريبا بهي الأعمال فينا نطلع بخلاصة أنه بالأعمال الحديثة بتلاحظي في أكثر من جيل عم يحاول يفوت على موضوع الكاركتر وصار مأيقن أنه أنا حتى أترك بصمة عند الجمهور لازم أعتمد على بناء كاركتر متكامل. رد عم برجع بقول كاركتر متكامل. هلأ النقطة الثانية والأهم أنه منلاحظ الحقيقة هي التقنية ما عم تكون حاضرة عند النجوم من النسائية، يعني الأدوار الأنثوية ما عم تلعب بهي التقنية، أغلب اللي عم يروحوا على هذا الخيار هي للأدوار الرجالية أو الذكورية. فهذا نحن بنتمنى، يعني نحن عم نعطي تنويه. نشوف من أوائل النجمات اللي كانوا كتير مميزين. تمام. إيه. سلافة معمار كانت من أهم النجمات اللي كانت يمكن دائما إلى كاركتر مميز بكل عمل. الحقيقة قديرة سلافة تماماً. قديرة بس خلينا نرجع. مشان يعني ان شاء الله ما نكون نحن نسينا اكيد كثير اسماء بس أكيد والله أكيد. بس عم نحاول قد ما فينا نسلط يعني هلا مثلا موهبه او اداء فز مثل امل عرفه ببناء الكاركتر ما الحقيقه من الشخصيات النسائيه المميزه مثل مثلا القديره منى واصف مثل القديره نبيله نابلسي الله يرحمها. بس امل عرفه لما بتلعب خمس ادوار
بمسلسل واحد اللي هو سايكو الأخير. تمام. فهي قدرة الحقيقة بالأداء. أنا ما عم أقول نحن كلياتنا نروح على هذا الخيار. تمام. ولكن عم أقول كيف مفهوم الكاركتر بيبقى معلم. يعني أنا بعتقد قلال بالشارع السوري اللي واكبوا مسلسل دنيا وما بيتذكروا لهلا أمل عرفة بهذا العمل. صحيح. او بعشتار والنص أو بيلعب دور كمان. أكيد. يعني أكيد. والرؤية الإخراجية لأنه نور في نقطة كتير مهمة إنه في أعمال لعب فيها كاركتر ما كان الكاركتر ضامن للنجاح. هي الأعمال سقطت سقوط زريع ما بدنا نذكرها. لكن الحقيقة المعيار صمام الأمان هون بيكون هو المخرج لأنه أنت بلحظة ممكن كتير تبالغي ولما بتعملي أوفر ما عاد بيقتنع فيكي المتلقي. نعم. الشيء المميز اللي شفناه بالدراما أشرت عليه أستاذ ملهم كان حتى لو إشارة بسيطة أنه الأشخاص أو النجوم خلينا نقول يلي ما لعبوا دور البطولة مثل يامن الحجلي وكمان ب 350 جرام الصباغ يمكن اللي لعب دور كثير أثر وكثير علم رغم أنه كان ظهوره يمكن ما بيضاهي ظهور بقية الأبطال. بعض الأبطال اللي عم نحكي عنهم هلأ نحن ما اعتمدوا على جمالهم وعلى جاذبيتهم أبداً. كسروا كل النمطية اللي كنا نشوفها بالعادة. خبرنا عن هي الناحية بالتحديد قد ايه اليوم الشارع والدراما السورية منتظرة نجوم صف أول جدد أيضا. الحقيقة الدراما أنا بعتقد أنه في كتير مواهب وقدرات خليني أقول لأنه تجاوزوا موضوع الموهبة تجاوزوا مرحلة الموهبة في قدرات خلاقة جدا. لكن مثل ما تفضلت نور من شوي نحن عنا مشكلة النص وعنا مشكلة الإنتاج. هدول العقبتين الأساسيات اللي هن أمام الدراما السورية. لكن من ناحية الكوادر الفنية من ناحية الإخراج من ناحية الأداء فهناك اطمئنان مو الغافل لا اطمئنان العارف والمتابع وأنه في اطمئنان في قدرات موجودة بدليل أنه اليوم في أعمال عربية مشتركة. تخيلي الأبطال يعني الأدوار الرجالية في البطولة أعطوها لنجوم سوريين الكادر بالكامل هو مانو سوري. هذا بيأكد على أنه في حضور للأداء وتفوق للأداء أكيد السوري. أكيد بكل تأكيد اليوم بس كمان حتى نحن عم نقول للأعمال الدرامية العربية دائما في بصمة سورية. يعني عم يكون بكل الأعمال الدرامية ممثل أو فني أو اي في جزء سوري دائما بتلاقي مبدع بهذا العمل. طبعا يعني هلا نحن العربي اللي عم نشوفه اليوم نور مشان ما نكون منحازين بس الحقيقه هي الدراما يعني مرت بستة عقود وهلا بعقدها السابع. يعني من اوائل الدرامات العربيه اللي ظهرت بعدين تم الاشتغال عليها اكاديميا تم الشغل عليها تطبيقيا تم الاستعانه بالخبرات المحليه وتطويرها. كل هي العوامل ساعدت بنهضه الدراما. نحن جايين من ارث كبير نحن ما جايين امبارح تمام لنقول نحن هلا عم نحضر فبالتالي بالتاكيد يكون لنا تاثير كبير للكاركتر. يعني تمام. اجمل الكاركترات اللي اديت ومثل ما قلنا مع بدايه انطلاق التلفزيون السوري كان إلى بصمه لهلا عايشه معنا. تمام. ولليوم نحن قادرين على خلق كاركترات. صحيح. انا بس في فكره مشان ما انساها هذا الموسم بدون تحيز يسجل لسلوم حداد يعني تحيه كبيره كيف قدر هذا التحدي يتخطاه ببراعه انه هو عنده 3 مشاركات هذا الموسم كيف بده يكون بكل مشاركة عنده حضور مميز بدون مبالغة بدون ما يبين أنه في تصنع. والحقيقة هذا بده جهد كتير كبير سواء بالبحث وسواء بالأداء. هذا اللي عم نحكي عنه يعني هذا اللي عم تحكي عنه بداية حديثك أستاذ ملهم أنه كيف في شخصية واحدة تلعب بثلاث أعمال وكل مرة كاركتر وفيني أنا انتبه أنه هيدا بعيدا عن أنه أستاذ سلوم حداد فنان كبير بس هون نحن هيدا بداية حديثنا هي النقطة الأساسية اللي عم نركز عليها كيف في شخص فعلا يخلق من شخصيته هو كاركتر ويعلم بأذهان الآخرين. هلأ سلوم حداد عم يلعب أكثر من دور هاي السنة في أيمن زيدان عم يلعب أكثر من دور بخريف العشاء والكندوش وفي أيضا الكبير رشيد عساف عم يلعب بدور بدوي كمان أداء متميز صقار في رن أبيض عم تأدي دور سيطة في نور علي مبدعة هي وجه جديد عم تأدي دور شوق وفي أمر خلف عم تأدي دور غوايش. يعني بتلاحظي الحقيقة هذا العمل البدوي اللي رجعت له الدراما السورية العمل البدوي بعد انقطاع كمان في أداء متميز وفي عندك قلنا إذا رشيد عساف عم يعمل أكثر من دور لأنه صقار والباشا وعم يقدروا يتجاوزوا يكسروا هي التحدي إنه ما يكونوا نمطيين بأكثر من عمل. أكيد كل الشكر لك أستاذ ملهم استمتعنا بالحديث معك وأكيد كل التحية لكل النجوم السوريين اللي دائما عندهم تفوق يمكن ما له مثيل بكل الدراما خلينا نقول العربية وحتى المشتركة فكل الشكر لك. أهلا وسهلا.
استاذ الاعلامي ملهم صالح، سعيدين بوجودك معنا، شكرا لك. وقتنا خلص اكيد للحديث تتم بحلقاتنا القادمه. شكرا كثير لك. من ختامنا نوجه تحيه لكل الفنانين السوريين اللي رغم كل الظروف اللي مرينا فيها عم يحاولوا يكونوا موجودين ضمن الامكانيات الموجوده. شكرا لك. نعم العفو، العفو، اهلا وسهلا. شكرا لك.